تغيير اساسي تاعك وغادي انت بصدر دراستي نظن ارى انها غير كافيه للرد على هذه الانتقادات. كما سبق وقلت لك خوش تشوف هذه كلها عن الأوبئة، شوف دات حيز كبير من رسالة أرى أنه لا داعي لها. أيضا ننتقل للإجراءات المنهجية. إجراءات المنهجية الخلل تبدا من عدم ضبط العنوان تكرر في كل رسالة من الإجراءات المنهجية حتى عقد نتائج الفرضية واستمر. إذا هنا كتب لك ملاحظة عدم ضبط المتغيرات ظهر في كامل أجزاء الرسالة. إذا أعد السياق، احترم الترتيب تاع المتغيرات فرش وعاد عاود التصحيح في نفس الترتيب. الصفحة 235 فرش التعليق لما نعلقوا على جدول نعلقوا بحاجة تلفت انتباه القارئ. لما نشوف صفحة 235 تقريبا عاود تكتب الجدول. شوف صفحة 235 تقريبا عاود تكتب الجدول، يعني ماهوش تعليق. طيب إذا حاول تعاود تضبط التعليقات على الجداول. صفحة 253 تكلم عن المتغيرات الوسيطة. حتى من العنوان لم أستصيغ الوجود تاعنا في الإجراءات المنهجية متغيرات الدراسة الأساسية. هنا تتكلم عن المتغير المستقل، المتغير التابع، المتغيرات الوسيطة، تتكلم عن الأوبئة وجائحة كورونا كوفيد كمتغير وسيط. ما نظن أنها غير مش مكانها هنا، صح؟ كل هذه حرش، هذه ما تقلش من قيمة العمل. موضوع رائع، العينة كبيرة وأعطتك غزارة في المعطيات، لكن في المعالجة الإحصائية أيضا خانتك لم توفق في الإجراءات الإحصائية. روح 264